السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم طلاب الصف الخامس، معكم المعلمة عائشة الربابعة من مدارس السابلة 2، درسنا لليوم الدرس 16 من صفحة 66 إلى صفحة 69، بتمنى منكم يا خامس أثناء حضوركم للدرس يكون الكتاب أمامكم عشان نسجل النقاط المهمة. عنوان درسنا لليوم صلاة التراويح. بما إننا إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان المبارك، بدنا نتعرف مع بعض على مفهوم صلاة التراويح وسبب تسميتها بهذا الاسم وحكم صلاة التراويح وكيفية أدائها. بداية، ما معنى صلاة التراويح؟ صلاة التراويح هي صلاة القيام، أي قيام الليل. هي صلاة يؤديها المسلمون تطوعا في ليالي شهر رمضان المبارك بعد أداء فرض صلاة العشاء تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر والثواب. إذا صلاة التراويح إحنا بنأديها في شهر رمضان لكن بعد أداء صلاة العشاء، بدنا نركز هون، ليس قبل صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وذلك لكسب الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ما هو سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم، أي أن الصحابة كانوا إذا أطالوا في صلاتهم يستريحوا قليلا ثم يستأنفوا صلاتهم، أي يكملوا صلاتهم، بيستريحوا شوي بعدين بيرجعوا بيكملوا صلاتهم. ما هو حكم صلاة التراويح؟ صلاة التراويح أول شغلة بدنا نعرفها أنها ليست فرضا كباقي الصلوات الخمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وصلاها ورغب بها، وقال عليه السلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ما هو جزاء قيام صلاة التراويح؟ غفران الذنوب من الله سبحانه وتعالى. نستنتج أن حكم صلاة التراويح هي سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ عدد ركعات صلاة التراويح 8 ركعات، لكن يجوز للمسلم أن يزيد على عدد الركعات حسب استطاعته وقدرته، يعني إذا أنا حاب أصلي أكثر من 8 ركعات يجوز ذلك. نتعرف على كيفية أداء صلاة التراويح. صلاة التراويح تؤدى ركعتين ركعتين، يعني أنا بدي أصليهم ركعتين ركعتين، يعني زوجي وليس فردي، ركعتين ركعتين. شو بقرأ في الركعتين؟ بقرأ سورة الفاتحة، بعد سورة الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل أي صلاة القيام أو صلاة التراويح، مثنى مثنى المقصود بها ركعتين ركعتين. عندنا معلومة وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت: فلا تسأل عن حسنها وطولها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة التراويح يطيل القراءة. من خلال النشاط اللي ظاهر أمامنا عندنا عبارات بدنا نصنفها إلى عبارات تتعلق بصلاة التراويح وعبارات تتعلق بصلاة الوتر. أولاً، أول عبارة: تصلى بعد العشاء في رمضان. شو هي اللي بنصليها بعد العشاء في رمضان؟ حددلنا هون، إذن أكيد صلاة التراويح. طيب صلاة الوتر أيضاً إحنا بنصليها بعد العشاء، لكن صلاة الوتر تصلى في رمضان أو غير رمضان، يعني في كل ليلة. ركعاتها فردية، أكيد صلاة الوتر ركعاتها فردية، أما صلاة التراويح ركعاتها زوجية، تصلى بعد العشاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. ننتقل إلى أختبر معلوماتي الموجود عندكم في الكتاب. السؤال الأول: أكمل الفراغات الآتية بما هو مناسب. ألف: يؤدي المسلمون صلاة التراويح في ليالي شهر، أكيد جواب شهر رمضان المبارك. باء: حكم صلاة التراويح سنة، حكينا قبل شوي أنها سنة عن الرسول عليه السلام. السؤال الثاني: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1. صلاة القيام
هذه الصلاة هي صلاة العشاء أم صلاة التراويح أم صلاة الجمعة؟ أكيد صلاة التراويح. ليش؟ لأنه إحنا حكينا صلاة العشاء وصلاة الجمعة هي فرض. 2. يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح 8 ركعات أم 20 ركعة أم جميع ما ذكر صحيح؟ أكيد جميع ما ذكر صحيح، لأنه إحنا حكينا صلاة التراويح 8 ركعات ويمكن الزيادة. السؤال الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أصف كيفية أداء صلاة التراويح كما وردت في الحديث النبوي الشريف، مثل ما حكينا تصلى ركعتين ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم. السؤال الأخير، علل سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم. الجواب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا ثم استأنفوا صلاتهم. الجواب موجود صفحة 66 في معلومة إسرائيلية. وهيك بنكون أنهينا درسنا لليوم، وإن شاء الله بشوفكم في الدرس القادم، ويعطيكم ألف عافية.